FM. الكلمة ليك. الإرادة لازمها تكون موجودة عند السلطات العمومية اللي هي عندها المقدرة والبريروغاتيف باش تخرج القوانين اللي فيها الإصلاح. بتبيع بعد ما يتم التشاور وبتكون القوانين هذية بالتشاور مع كل الأطراف والاستماع إلى كل الناس، وخاصة أن نأكد ونشدد فما عنصر مهم ورئيسي مش ممكن تغيبه، الناس اللي تخدم في وسط الإعلام العمومي، الناس اللي هي باش تنجح لك الإعلام العمومي، الناس اللي هي باش تستبطن مهمة الإعلام العمومي وباش تنفذها باش تجسدها حقيقة، لازم يسمعوهم الناس هذوما. دونك الكرة أنا عند في رأيي أنا اليوم عند المشرع هو اللي يلزم يقول أن يعني المسألة مسألة قوانين بالأساس. قطاع الإعلام هو قطاع حساس وأولوي اليوم أرجون على الأخر، ويلزم ننتبهوا له، يلزم ننظموه بالقوانين الصحيحة اللي تقدم بينا ما توخرش بينا. القوانين اللي بتبيعة خرجنا من منظومة القوانين اللي كانت موجودة واللي مازالت سيرة المفعول لحد الآن للأسف متاع ما قبل 2011، ولكن زادة تقدم بينا على المرسومين 116 115 لأنه فما اتفاق زادة في الساحة الإعلامية الصحفية والسمعية البصرية على قصور هذين النصين وعلى ضعفهم وعلى أنهم غير قادرين. وبالممارسة أنا كنت في وسط هيئة التعديل ونعرف اللي 116 يمثل عقبة لليعمل التعديل لأنه ساكت على العديد من المسائل. الكلمة ليك.